بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. لنا دار السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمئننا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله والإمام البخاري: القنو العذق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. باب القسمة أي جواز القسمة، وتعليق القنو أي جواز تعليق العذق في المسجد ليأكل منه الفقراء. يجوز وضع المال ويجوز وضع الطعام في المسجد ليأكل منه من يحتاج. وقال إبراهيم يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، أؤمر بعضهم يرفعه إلي؟ قال: لا، فارفعه أنت علي. قال: لا، فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله، أؤمر بعضهم يرفعه علي؟ قال: لا. قال: فارفعه أنت علي؟ قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. نعم. كتاب الجزية، باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني، إني فديت نفسي وفديت عقيلا. قال: خذ. فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: أمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه. قال: فمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصرة حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. الحديث رواه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان. وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث.
يعني هذا معلق مجزوم به. البخاري لم يصل له ربما من الطريق الذي وصله منه أبو نعيم الذي هو على شرط البخاري، لكن ربما وصل إلى يعني وصل إليه من طريق ليس على شرطه الله أعلم. لسه جاي يصبر بس اعمل حاجة، احنا لسه بدأنا شرحنا شرحناش لسه، هنشرح دلوقتي هنقرأ الكلام الأول وبعدين نشرح. لم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق قال ابن حجر. قال ابن بطال أغفله، وقال ابن التين أنسيه، وليس كما قال بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كل منهما وضع لأخذ المحتاجين منه. إذا ورد حديث آخر ليس على شرط البخاري في تعليق القن العذق في المسجد، ولم يذكره البخاري ولكن ذكر الحديث الذي يدل على جوازه، فيقول وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف نوع سيء من التمر اللي هو رديء التمر، التمر اللي يسموه عند رصيص اللي هو، قال فجعل يطعن في ذلك القن ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويا فكيف يقال إنه أغفله. هو أشار إليه بالحديث الذي ذكره بنثر مال البحرين في المسجد. وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد يعني للمساكين. وفي رواية له وكان عليها معاذ بن جبل أي على حفظها أو على قسمتها، قسمة القنوان. قوله بمال من البحرين روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا أنه كان 100,000 وأنه أرسل به العلاء ابن الحضرمي من خراج البحرين، خرج الجزية. قال وهو أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند المصنف في المغازي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه فذكر الحديث. فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال أبو عبيدة بن الجراح، لكن في الردة للواقدي في كتاب اسمه الردة للواقدي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول العلاء قال أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي، فلعله كان رفيق أبي عبيدة، فإن صح هذا وإلا فالمرسل الآخر أقوى، الواقدي ليس عنده إسناد. أما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو قد جاء مال البحرين أعطيتك، وفيه لم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فهو صحيح كما سأتي عند المصنف، ليس معارضا بما تقدم، بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مال فيها التي مات فيها رسول الله، مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مال خراج أو جزية، فكان يقدم من سنة إلى سنة. يعني السنة دي اللي هي مال البحرين كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، السنة التي قال فيها لجابر لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3 حفيات، الذي قال فيه أبو بكر من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد أو عدة أو دين فليأتنا، فده السنة اللي بعديها كان يعد النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن يعطيهم على حاجتهم إذا أتى مال البحرين يعني في العام القادم. قال انثروه
أي صبوه. فديت نفسي وعقيلا عقيل بن أبي طالب، وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر، وكان متأخر طبعا سنة 9 تقريبا، لأن العباس إنما هاجر إلى المدينة متى؟ بعد الفتح. إذا مال البحرين ده كان سنة 9، والتي تليها لم يكن كان لم يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توفي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يكون سنة 10. العباس يعني أراد أنه أصابته حاجة بسبب المال الذي دفعه في الفداء في غزوة بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له افد نفسك وابن أخيك، لأنه كان غنيا، فأصابه يعني من ذلك يعني نقص في ماله. والعباس رضي الله عنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هو عمه، وهم ممن تحرم عليهم الصدقة، ولهم نصيب في مال الفيء والجزية من الفيء، لأنه مال أخذ أو كذا الخراج مال يؤخذ من الكفار على غير وجه المغالبة بغير قتال، ما أفاء الله على رسوله منهم وما أفاء الله على رسولهم فما أوجفتم عليهم خيل ولا ركاب. فحث العباس رضي الله عنه، جعل يحث يجمع في ثوبه، جي يقوم ما قدرش من كثرة ما إيه ما جمع. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يجعله ينقص مما أخذ بطريقة غير مباشرة، تأدبا مع عمه والله أعلم. فلذلك لما أمر أن يقله يرفعه عليه بعضهم لم يفعل، ولم يقبل هو عليه الصلاة والسلام أن يرفعه، مع أنه قال عم رجل صن وأبيه، ولكن لا تلزم كل الأوامر، مر بعضهم أو ارفعه أنت علي، لا تلزم كل هذه الأوامر. ولذلك ليست أوامر الأب أو من بمنزلته واجبة أو تنقل المباح إلى الواجب لمجرد الأمر، لابد أن يكون ذلك مع تأذي شديد، تأذيا ليس بالهين، وإلا فأهل العلم يعني لا يقولون بوجوب كل الأوامر، ليس كل امتناع من أوامر الوالدين عقوقا، الله أعلم. العقوق هو كل فعل أو قول أو ترك يتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين. إذا لم يكن هذا معتبرا، إذا كان التأذي غير معتبر لم يكن عقوقا، مثل أن يتعدى أحد الوالدين في طلبه وليس له ذلك، مثل أن يأمره بطلاق امرأته أو الاختلاع من يأمر ابنته بالاختلاع من زوجها دون سبب شرعي. لذلك كان كلام أهل العلم إن كان أبوك مثل عمر فأطعه. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل أن رجل أمره أبوه أو يأمره أبوه، سأله رجل أن أباه يطلب منه طلاق امرأته، فقال إن كان أبوك مثل عمر فأطعه، طلقها. مفهوم المخالفة إذا لم يكن يأمر بهذا من أجل مصلحة الولد الدينية والشرعية فإنه لا يلزمه أن يطيع. طبعا إذا كان لك زي إن كان أبوك مثل عمر، فلو كان بقى زي يعني هو عمر يعني أظن مستحيل أنه يقول له مثل إبراهيم، لأن لأجل أن لا يكون يقول لن يكون مثل إبراهيم أبدا، لكن المقصود به أنه يأمره لصلاحه، لما لقى الصفات غير طيبة إبراهيم أمر ابنه أن يطلقها. وابن تيمية سئل عن رجل تأمره أمه بطلاق امرأته فقال ليس من بره بأمه طلاق امرأته. هو تزوج بمش أولاد وهو عاوز ولد منه، يقول ما طلقهاش يتجوز غير طب هي مسموعة خلاص هي توفقش وش مشكلة. بيقول ما بتخلفش وأبو عايز ولاد منه، قلت له ما طلقهاش يتجوز عليها، هي مش موافقة، هي اللي خلاص يبقى هي اللي تختلع بقى، لكن هو ما يطلقهاش. مثال أن يمنعه مثلا من سفر آمن، يمنعه من سفر لتجارة أو طلب علم أو نحو ذلك مع وجود الأمن،
إنما شرع الاستئذان في جهاد فرض الكفاية للخوف على الولد من القتل والجرح والأسر. وأما إذا كان الأمر في أمن لم يلز للأب أن يلزم ابنه بذلك، إنما ينصحه إن شاء أو لكن لا يلزمه إلزاما في هذا الباب. الابن عايز يدخل كلية وأبوه عايز كلية غيرها، ليس له أن يلزمه بذلك. لو هي مخالفة للشرع خلاص بقى اتفقنا قاعدة بقى مش هنوسع المسائل. في مخالفة للشرع يلزمه الطاعة طبعا، بل هو يلزمه من غير أن يأمره أبوه إذا كان الأمر في فعل محرم أو في ترك واجب، يلزمه أن يترك المحرم وأن يفعل الواجب، وأن يلزمه أن يطيع أباه إذا إيه؟ إذا أمره بذلك. يقول في هذا الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقها ولا يؤخره. النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك كان الصحابة في حاجة شديدة، وأصابهم عبر سنوات طويلة من الشدة في سبيل الله عز وجل، فلما جاء مال البحرين لم يمضي يعني إلا جزء من يوم حتى أنفقه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه كما أمره الله الفقراء المهاجرين. قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. في زمنه عليه الصلاة والسلام كان المهاجرون والأنصار أحوج الناس، والأنصار كان المهاجرون قد أخذوا أموالا قبل ذلك، فتشرف الأنصار لذلك لما سمعوا. والعباء يعني النبي عليه السلام كما ذكر الله عز وجل أيضا قال ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. البعض يقول إزاي الرسول سايب عمه يعبي، لأنه له حق في هذا المال بنص القرآن، من ذوي القربى يحرمون من خمس الغنيمة ويحرمون الصدقات. استغفر الله، أنا أخطأت في قولي يحرمون من نصف خمس الغنيمة، هم يستحقون فيه، لكن المقصود أنهم يمنعون من الصدقات، ففقيرهم لا يحل أن يأخذ الصدقات. وواضح أن العباس كان كبير آل عبد المطلب، وهو الذي ينفق عليهم على فقيرهم، لذلك هو الذي فاز عقيلا، فيعني كبير العائلة الذي ينفق عليه على فقرائها، فيحتاج إلى مال سينفقه، ولكن جعل النبي عليه الصلاة والسلام حد ذلك ما يستطيع حمله في ثوبه. نعم، لأن له أصل الحق، وهو زي ما قلنا هو الذي يعطي لبني عبد المطلب ويهتم بشأن بني عبد المطلب فقرائهم ومحتاجهم الذين ليس لهم نصيب، وكذلك تزويج شبابهم كانوا يريدون أن يعملوا على جمع الزكاة يكونوا العاملين عليها، ومع ذلك لم يأذن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن الزكاة تحرم على آل عبد بني عبد المطلب. فاديت نفسي عقيلا، يريد عقيل بن ابي طالب، يقال انه اسر معهما ايضا الحارث ابن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب، وان العباس افتداه ايضا، وقد ذكر ابن اسحاق كيفيه ذلك، واستدل به ابن بطال على جواز اعطاء بعض الاصناف من الزكاه، ولا دلاله فيه لان المال لم يكن من الزكاه، وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من اهل الزكاه. فإن قيل إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرملي فقد تعقب، حتى ولو كان سهم الغارمين فلا يأخذه آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو الجزية، وهما من مال المصالح، فيه جواز فداء الأسرى، وهذا مبني على المصلحة التي يراها الإمام. قال موضع، قال
موضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد، ومحله ما إذا لم يمنع من وضع ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد إلى الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله. يعني هيضع المال هيخزن ما فيه مثلا بحيث يمنع الصلاة في المسجد؟ لا، إنما بحيث لا يقطع الصلاة في المسجد ويكون المسجد متسعا لوضع المال دون منع الصلاة. قال ونحو هذا وضع ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر لما كان أبو هريرة عليها وجاء الشيطان يسرق منها. قال ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول، وبالله التوفيق. والظاهر والله أعلم أن كل ما كان فيه منفعة في المسجد منفعة جاز وضعه في المسجد بحيث لا يعطل الصلاة. لا، ده هذا ليس منافع خاصة، ما ينفعش ما واحد يعمل بقى منفعة شخصية لنفسه يجعل المسجد مخزنا أو مكانا للأشياء الشخصية. لكن الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في المسجد الأشياء العامة التي ينتفع بها العامة. زكاة الفطر كانت بتقعد 3 ايام على الاقل، حديث ابي هريره ده في ايه؟ في 3 ايام. ما هو مال زكاة الفطر ده اللي هو الطعام يسمى مال، كله اسمه مال. نعم، كله الطعام ده يسمى مال. قال ابن حجر الرحمه في كتاب الجزية، قال الشافعي وغيرهم من العلماء يقول في باب لمن يقسم الفيء والجزية، قال الشافعي وغيرهم من العلماء الفيء كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخير ولا ركاب، يعني بدون قتال. وحديث أنس المعلق اللي هو الحديث الذي بين أيدينا يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضل من شاء بما شاء، ده كلام ابن حجر. الإمام ده من شاء بما شاء بناء على المصلحة، تخيير مصلحة وليس تخيير شهوة. قال العيني باب القسمة وتاريخ الخلو في المسجد، أي هذا باب في بيان قسمة الشيء في المسجد، يعني يجوز لأنه فعلها كما في حديث الباب. قال العيني فإن قلت الترجمة مشتملة على شيئين، أحدهما القسمة في المسجد والآخر تعليق الخن فيه وليس فيه حديث الباب إلا ما يطابق الجزء الأول. قلت ذكر أبو محمد بن قتيبة في غريب الحديث تأليفه في هذا أنه لما خرج رأى أقناء معلقة في المسجد وكان أمر من بين كل حائط بقنو أو بين كل حائط بقنو يعلق في المسجد ليأكل يؤكل منه لا شيء له، ليأكل منه من لا شيء له. قال ثابت في كتاب الدلائل وكان عليها على عهده صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه. من عادة البخاري الإحالة على أصل الحديث وما أشبهه، والمناسبة بينهما أن كل واحد منهما وضع في المسجد للأخذ منه لا للإدخار، عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم
إليه استقلالا للدنيا وما فيه أو ما فيها. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين قد تعين المال أنه كان 100,000، وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين. انثروه أي سبوه. لم يلتفت إليه أي إلى المال، إذ جاءه العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب. قال: فديت نفسي، يعني يوم بدر حيث أخذ أسيرا. فديت من المفادات، يقال فداه يفاديه إذا أعطى فداءه وأنقذ نفسه، إذا أعطى المال لخلاص غيره. وفاد إذا افتك الأسير بأسير مثله لخلاص نفسه، وأفدى إذا أعطى المال. الصحيح هو فاد وأفدى بمعنى واحد. قال: فحثى، يقال حثوت إذا أعطيت شيئا يسيرا. في ثوبه أي في ثوب العباس، يقله من الإقلال وهو الرفع والحمل، فلم يستطع أي حمله. مر بعضهم يرفعه علي، أي مر بعض الحاضرين يرفع المال الذي أخذته. وإنما قال ذلك لأنه لم يستطع حمله. فإن قلت: ما وزن مر؟ قلت: عل، موزونها يعني وزنها الصرفي يعني. فإن قلت: كيف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمارته بإعانته في الرفع ولا أعانه بنفسه؟ قلت: زجرا عن الاستكثار من المال، وأن لا يأخذ إلا قدر حاجته، أو لينبهه على أن أحدا لا يحمل عن أحد شيئا. الأول هو الصحيح. ألقاه أي العباس على كاهله، الكاهل ما بين الكتفين، ما زال يتبعه بصره من الإتباع، أي لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتبع العباس بصره حتى خفي عليه، وذلك تعجبا من حرصه، حرصه على المال، عجبا من حرصه. يعني ما نقول عجبا حرصه، إنه مفعول مطلق. قال: ذكر ما يستنبط منه من الأحكام، منها أن القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده، ومنها ما قاله الوطال أن العطاء لأحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه دون غيرهم، لأنه أعطى العباس لما شكى إليه من الغرم، ولم يسويه في القسمة مع الثمانية الأصناف. مردود عليه كلامنا لسه، كلام ابن حجر في الرد عليه، لأن هذا ليس مال زكاة حتى يقال هو من الأصناف الثمانية، لكن هو أخذ لأنه من ذوي القربى. يقول: لو قسم ذلك على التساوي لما أعطي العباس بغير مكيال ولا ميزان، ولم يسويه في القسم على ثمانية الأصناف. هو بناها دي من الزكاة، وبيرد على الشافعية اللي بيقولهم إن يلزم الزكاة تتقسم ثمانية، ويقولوا برضه ان خمس الغنيمه يتقسم خمسه، وكذلك مال الفيء يتقسم خمسه بالتساوي ويوزع بالتساوي. فالجمهور يقول: لا، لا يلزم التسويه في الزكاه بين الاصناف الثمانيه، ممكن نجعل سهم الفقراء والمساكين ياخد 90% من المال، ممكن ياخد 100%، وما نديش في الرقاب، ما نديش المؤلفة قلوبهم، وممكن
نجعل ان في سبيل الله في الجهاد ياخد معظم المال، ما يلزمش التسوية. ماذا يصنع في الامام؟ يصنع ما فيه المصلحة. فهو بيرد التسوية، بيقولوا ربنا ذكر ثمانية اصناف وهي لهم، يبقى لازم التسوية. ما فيش دليل في الحقيقة ان اللام تفيد تمليك هؤلاء ولا يلزم منها التسوية، بل هي بينت الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة، ولا يلزم أن كلهم، أن كل واحد فيهم يجب أن يأخذ، ولا أنه يأخذ مثل الآخر، بل يمكن أن يجعلها في صفة. يعني أنا زكاة المال لو أني أنا الذي أخرجها، لأن الإمام قد يجمع الزكاة، زكاة الأموال الظاهرة، ويكل الأموال الباطنة إلى أصحابها يخرجونها. الأموال الظاهرة اللي هي المواشي والإيه والزروع، الأموال الباطنة الذهب والفضة وعروض التجارة، فيمكن أن لا أطلب منهم جمعها ويوكلهم أو يأمرهم أن يخرجوها، كما فعل عثمان رضي الله عنه، أمرهم بحساب الزكاة وإخراجها. هل يلزمني أن أقسم المال ثمانية؟ لا يلزمني. لو أعطيت كل المال للفقراء جائز، لو أعطيت كله للغارمين جائز، لو أعطيت لواحد فقط من هؤلاء الأصناف الثمانية وفرد واحد من أفراد هذا العموم، إن الفقراء لفظ عام مش كده، أنا يجزيني أن أعطي أي واحد من الفقراء طالما في حدود ما يجوز أخذ. يقول لو قسم ذلك على التساوي لما أعطي العباس بغير مكيال ولا ميزان، لما أعطى العباس بغير مكيال ولا ميزان. قال الكرماني لا يصح هذا الكلام، لأن الثمانية هي مصارف الزكاة، والزكاة حرام على العباس، بل كان هذا المال إما فيئا أو غنيمة. قلت لم يكن هذا المال فيئا، وإنما كان خراجا، والخراج هو من المال الفيء. خراج دي ليس إيه؟ ليس نصا في أنه ليس فيئا، بل هو كما ذكر البخاري في الباب كتاب الجزية، باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية، وكلهم باب واحد، كل ما أخذ من الكفار بغير قتال. قال ولا وقف الكرماني على ما ذكرناه من ابن أبي شيبة، عن ابن أبي شيبة هو الحديث المرسل فيما مضى عن قريب، لما قال هذا الذي قاله. وكذلك ابن بطال وهم فيما قاله حيث جعل المال من الزكاة، وتبعه صاحب التلويح حيث قال وفيه دلالة لأبي حنيفة ومن قال بقوله أنه يجوز الاقتصار على بعض الأصناف المذكورين في الآية الكريمة، لأنه أعطى العباس لما شكى الغرمة بغير وزن، ولم يسويه في القسم مع الأصناف الثمانية، ولم ينقل أنه أعطى أحد. قلت هذا أيضا كلام صادر من غير تأمل، لأنه ليس للأصناف الثمانية دخل في هذا، ولا المال كان من مال الزكاة، بس في الحقيقة يدل بالقياس، لأنه لما كان مال الفيء والجزية للفقراء واليتامى والمساكين وابن ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم يلزم تقسيمه إلى خمسة ولا إلى ستة لله عز وجل، ده لبيان أن هذا المال ملك لله ككل الأشياء. وبعض العلماء قال لا، ده يجعل صنف أو قسم لله وينفق في الفقراء، أو والصحيح طبعا لا، لأن هو لو كان هذا لما احتاج، لو كان قيل لله يعني قسم لله عز وجل وقسم للرسول صلى الله عليه وسلم سدس، يعني ما كانش هيقول وابن السبيل وفي سبيل الله. لا الآيات ما أفاء الله ورسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ونشف سبيل الله، يبقى اللي قال ان هو قسم لله عز وجل يبقى يجعله في سبيل الله، لكن هو الصحيح ان هو ما انه لله بمعنى انه ينفق فيما امر الله عز وجل بالانفاق فيه كلها من هذه المصارف. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذه، ياخذ ما اجرة عامله ونفقة نسائه وينفق الباقي في مصالح المسلمين. أنا أرجو أن تكتبوا الأسئلة، لأن ده بيقطع الناس ما تسمعش السؤال، مش حقيقة. وعشان تعدتوا هنا هو
هتسألوا الأسئلة للناس ما سمعهاش، اكتب عشان أقرأ عشان الناس تسمع. قال: ومنها أن السلطان إذا علم حاجة لأحد إلى المال لا يحل له أن يدخر منه شيئا. ومنه أن النبي فيه، ومنها أن فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا، وأنه لم يمنع شيئا سئله إذا كان عنده. ومنها أن للسلطان أن يرتفع عما يدعى إليه من المهنة والعمل بيده، وله أن يمتنع من تكليف ذلك غيره إذا لم يكن للسلطان في ذلك حاجة. مش إن هو كده متكبر لما يقول له تعالى شيلني حتى لو من إيه، من أقاربه. ومنها أن فيه وضع ما الناس مشتركون فيه من صدقة وغيرها في المسجد، لأن المسجد لا يحجب من أحد من ذوي الحاجة من دخوله، والناس فيه سواء. قال ابن القاسم: سئل مالك عن الإفتاء في المسجد وما يشبه ذلك فقال: لا بأس به. وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد: أترى أنه يشرب منه؟ قال: نعم، إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة، فلا أرى أن يترك شربه، ولم يزل هذا من أمر الناس. يعني التلاجة دي محطوطة للفقراء بس، محطوطة لأي واحد، والتكييف معمول للفقراء بس، الناس اللي وضعته جعلته لمن يكونوا في الايه، في المسجد، من أهل الفقر ومن أهل الحاجة إلى هذا الشيء، شرب الماء ونحو ذلك. باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أسامة أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، يعني ليس لها أحد، أعتقت، ما أين تعيش؟ تعيش مع من كانوا سادتها، فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيوس، قال: فوضعته أو وقع منها من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حدياه وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحدياه فألقته، قالت: فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به، فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذاه. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. يعني هي كانوا قوما على غير الإسلام. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية. حدثني فروة بن أبي المغراء قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد، قالت: فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، أو يوم الوشاح، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة: وما يوم الوشاح؟ قالت: خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم من جلد، فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما،
فأخذته فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي. ده إذلال طبعا يعني. فبينما هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحذية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه، فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريء. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب نوم المرأة في المسجد أي وإقامتها فيه. وليدة أي أمة، هي في الأصل المولودة ساعة تولد، ده في أصل كلمة وليدة يعني لسه مولودة. قاله المسجد ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة، فخرجت القائلة ذلك الوليدة المذكورة وروت عنها عائشة هذه القصة والبيت الذي أنشدته، ولم يذكر أحد ممن صنف في رواة البخاري لا يذكرها أحد، ولا وقفت على اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح. يقول الوشاح خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة، قيل ينسج من أديم من جلد عريضا ويرصع باللؤلؤ، وتشده المرأة بين عاتقها وكشفها، تشد من هنا لكده، تشده كده وشاح زي ما نسميه احنا وشاح. قال عن الفارسي قال لا يسمى وشاحا حتى يكون منظوما بلؤلؤ وودع من سيور، يعني دلنا انه كان من الجلد، حسبته لحما لا ينفي كونه مرصعا لان بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين. يعني في رواية ثابت في الدلائل زاد فيه أن الصبية كانت عروسا فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح اللي هي خلعته وحطته، فجت الحداية فإيه فأخذته حذياه، هي الطائر المعروف المأذون في قتله في الحل والحرم. حذيئة أو حذية أو حذي والحدو أيضا. قل حتى فتشوا قبلها كأنه من كلام عائشة، وإلا فمقتضى السياق أن تقول قبلي، وهو كذلك في أيام الجاهلية. الرواية الثانية قالت حتى طلبوا أنهم طلبوا في قبلي، الظاهر أنه من كلام الوليدة أوردته بلفظ الغيبة التفاتا أو تجريدا يعني. وفي رواية قالت فدعوت، في رواية ثابت فدعوت الله أن يبرئني، فجاءت الحذية وهم ينظرون. جاءت أي المرأة فكانت أيوة طبعا دعت ربنا وهي كافرة، فهي لما نجاها الله عز وجل شكرت نعمة ربها فأسلمت. كانت تحدث بهذا الحديث. الحفش البيت الصغير القليل السمك، مأخوذ من الانحفاش وهو الانضمام، وأصله الوعاء الذي تضع المرأة فيه غزلها، يعني كان لها أوضة صغيرة جدا يعني يعني بتقعد في المسجد ملهاش حد، امرأة ليس لها أحد. قال في الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة، امرأة عند أمن الفتنة، وإباحة استضلاله فيه بالخيمة ونحوها، وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه محنة، ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة، وفيه فضل الهجرة من دار الكفر وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة، والله أعلم. ها؟
الهجرة من دار الكفر فرض، هي أصلا هجرت إمتى وهي لسه على كفرها؟ يقول هي جاءت فأسلمت، جاءت إلى رسول الله فأسلمت. نعم، هي هاجرت أصلا طلبا لكي تسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، هي كانت لسه أسلمت. لا مش عارفين، لا ندري أهي التي كانت تقوم المسجد أم لا. وقال في باب أيام الجاهلية: وجه دخولها هنا من جهة ما كان عليه أهل الجاهلية من الجفاء في الفعل. يعني أهل الجاهلية كان حاجة مجرمين والله، بيعذبوها على الفاضي يعني من غير ما يثبت عليها حاجة، وكانت حرة، كانت خلاص انتوا تقتلوها وبعدين يفتشوا فين، يعني بيدوروا على ايه في قبولها. مجرمين من زمان وهم على الاوضاع ده، هي وراثة اهل الجاهلية هذا، وسائل التعذيب الاجرامية دي واذلال البشر من ايام المشركين وهم على هذه الاحوال الاجرامية. نسأل الله ان يكف شرهم عن المسلمين كل هؤلاء المجرمين. استدل به بعض المعاصرين، مع ان الكلام ده ليس من كلام احد من اهل العلم، انه يجوز ان تمكث الحائض في المسجد. يقول ان المرأة كانت ايه، كانت تقيم في المسجد. هل في الحديث انها كانت تقيم في المسجد اثناء حيضها؟ ليس فيه ذلك، ده عدم تفرقة بين العموم وبين الاجمال، فهو بيحتج بالاجمال وده باطل، لان وجود المرأة في فترة حيضها، هذه المرأة في المسجد، ليس هناك لفظ عام يدل عليه في الحديث، هو مجمل في الحقيقة، مش مذكور في الحديث كان بتبقى موجودة أثناء حيضها ولا كان بتخرج تقعد عند عائشة رضي الله عنها مثلا، لأنها كان بتذهب إلى إيه؟ إلى عائشة تحدثها. هل هي كانت كلمة وليدة قلنا أصبحت تطلق على الأمة وإن كانت إيه كبيرة، ممكن تكون راحت بعد ما إيه، بعد ما كبرت وليست مما يعني ممن يحيض. فدي كلها فيها إجمال، ودايما العلماء في القاعدة يقولوا إيه، وقاع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. فالمشكلة إن بعض المشايخ المعاصرين الذين يحتجون بهذا لم يفرقوا بين العموم وبين الإجمال، فين اللفظ الذي يدل أنها كانت إن كانت تقيم في المسجد؟ هل هذا يدل على أنها لا تخرج منه نهائيا؟ الحديث يدل على أنها كانت بتخرج تجلس عند عائشة، فمن أين أتيت بأنها كانت تقيم وهي حائض؟ هذا ليس له وجه في الدلالة، واحتج بالمجمل مع أن المجمل لا دليل فيه. اكتب وقائع الأحوال اللي هي وقائع الأعيان، مش دايما يستدلوا ويقول لك يجيب دليل يقول له يرد عليه هذه واقعة عين، الثاني يرد عليه يقول له الأصل أن المكلفين سواء في الأحكام، يعني هو معترف أنها واقعة عين. يعني على سبيل المثال صب البول، صب الدلو الذنوب من الماء على بول الأعرابي في المسجد، هي الواقعة دي واقعة عين؟ واقعة عين. طب احنا استفدنا منين ان اي واحد يتبول في المسجد يصب عليه ذنوب من ماء؟ عشان كده لازم يقرر القاعده يقول له ايه الاصل استواء المكلفين، عشان ما يقدرش يستفيد العموم من الواقعة العين، ده بيستفيد من المعنى الذي تدل عليه، وهو ان هذا الحكم المكلفين كلهم فيه سواء، وان المكلفين يستوون في هذا الامر في الاصل. وبالتالي فبول الأعرابي مثل بول المصري مثل بول العجمي، ما فيش فرق بينهم وبين بعضهم في ذلك، لأن الشرع لم يلتفت إلى هذا. وبالتالي فإحنا من حتى نفات القياس يصحح هذا القياس، إن أي وقعة حصلت وطالما إن ما فيش وصف مؤثر يخص هذا المكلف من بين المكلفين في بحكم مستقل، يوم يقولوا ان نستفيد من هذا مشروعية الحكم الذي دل الذي وقع لهذا المكلف. ولذلك الشرع لم يلتفت الى ان كان لونه ايه الاعرابي ده، نقول هو الشرع يلتفت الى ذلك؟ مش هنلتفت. طب يقول ده مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له لا، تطهير المساجد ده
امر لم ياتي الشرع ان هو مسجد رسول الله فقط الايه اللي يطهر ده كل المساجد كده. طب واحد يقول لك طب ينفع نكب عليه مثلا حله مش جردل؟ نقول له ايه؟ نقول له هذا فرق غير مؤثر، دي اوصاف طرديه، مش لازم اجيب ايه جردل، مش لازم اجيب دانوب، ممكن اجيب خرطوم، ممكن اجيب حنفيه، اي حاجه تجيب ميه، مش كده؟ لان الشرع لا يلتفت الى هذه الايه، يوم اصحح القياس عليها بكل الحاجات اللي زيها. وبالتالي فكل ولو لقينا نجاسة أخرى في المسجد يزيلها الماء نعمل إيه؟ نزيلها بالماء برضه وهكذا. فلذلك بنقول إن دي وقعة عين. وجود بقى إنها حائض ولا مش حائض ليس في الحديث نهائيا ما يدل على إن في مفيش فرق في 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 بين الحائض وغيرها، لأن إن الشرع دل على الفرق بين الحائض وغيرها من أدلة أخرى. فما ديش تحتاج بواقعة العين المحتملة المجملة تظن أنها عموم، لا هي ليست عموما، ما فيش فيها عموم، لا هي إيه؟ هي فيها إجمال. وقائع الأعيان أو الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال، والمجمل ليس بدليل. باب نوم الرجال في المسجد. اكتب، انا بقول لكم الكلام ده لحق الناس. في دلوقتي مثلا 150 واحد، كل واحد له دي من حقه ان هو يسمع الكلام كله، اللي قاعد بعيد ده مش بيسمع السؤال ده، صح كده؟ يبقى اللي بيسال عشان هو قريب متعدي. وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. القاعدة اللي عكسها بقى يقولوا إيه؟ ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، صح كده؟ هي اللي احنا قلناها، يقول ترك الاستفصال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش انت من انهي قبيلة، ماشي كده؟ يبقى اذا ما تفرقش انهي قبيله، صح كده؟ ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفصلش ولا يسال مع ان الامر فيه احتمال يبقى كده ولا كده، يبقى ما تفرقش. يبقى ينزل منزله في وقائع الاحوال ترك الاستفسار فيها مع وجود الاحتمال ده يجعل ان الاثنين بمنزله واحده. الكلام ده بيتعرف منين؟ بيتعرف من كثره النظر في ادله الشرع. عشان كده بقول لكم لما تاخدوا صحيح مسلم وصحيح البخاري وبيحصل ايه؟ بوصله جوه. تقوم تعرف ايه الحاجات اللي الشرع يقول بيها كده؟ وايه ايه اللي يلتفت اليه الشرع وايه اللي ما يلتفتش؟ مش في المساله دي بس، مش في واقع ده، بتعمل وزن عام في السياسه وفي العلم وفي العقيده وفي كل، لانه بيعرف الشرع بيلتفت الى ايه من الاوصاف. ما انا قلت لكم لو واحد قال ده الاعرابي غير الهندي الناس هتضحك عليه. ليه؟ ما هو ممكن تبقى لان ده وصف متاكدين اهل العلم ان الشرع في كل الايات والاحاديث لم يلتفت الى هذا التفريق، ماشي كده؟ وبالتالي فيقوم الاثنين يبقوا ايه؟ بمنزله واحده. هم ليه البخاري بوب باب نوم المراه وقال باب نوم الرجال؟ ليه؟ وجاب لي دي دليل وجاب لي دليل، لانه حتى ابن حجر رحمه الله قال تنام امتى المراه مع امن ايه؟ الفتنه، اشمعنى جاب هنا؟ لانه وارد ان الشرع يفرق، ان في احكام الشرع التفت الى الفرق اليها الى اوصاف معينه فيها فرقت بين الحكم بين الرجل والايه؟ والمراه. المراه قد تكون مطلوبه، قد تكون مرغوب فيها، هي عوره تحتاج الى ستر وهكذا. فالامور دي من اجلها ايه؟ الامام البخاري قال لا ده الحكم واحد في الاثنين، واللي ذكره ابن حجر دليل على ان هو اذا امنت الفتنه، ده كلام صحيح طبعا بلا شك. منين متاخد؟ من عموم أدلة الشرع في منع الفتنة. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة
منهم رجل عليه رداء. ما منهم استغفر الله لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. لا حول ولا قوة يا رب فرج كربة المسلمين. قال العيني وقد اختلف العلماء في ذلك لو باب النوم الرجال في المسجد فمنهم من رخص في النوم فيه فممن رخص في النوم فيه ابن عمر وقال كنا نبيت فيه ونقيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومحمد بن سيرين مثله وهو واحد قولي الشافعي احد قولي الشافعي. واختلف عن ابن عباس فروي انه روي عنه انه قال لا تتخذوا المسجد مرقدا وروي عن انه قال ان كنت تنام فيه لصلاه فلا باس. وقال مالك لا احب لمن له منزل ان يبيت في المسجد ويقيل به ويقيل فيه. وبه قال احمد واسحاق. وقال مالك وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد. بس هو بيقول ان لما كثير منهم لا يكون له مسجد ما منزل. بس حديث علي بن ابي طالب قم يا ابا تراب كان له ايه بس قد يحتاج احيانا عايز يبتعد يعني يخلو بنفسه مثلا ولو كان. وكره النوم فيه ابن مسعود وطاووس ومجاهد وهو قول الاوزاعي. وقد سئل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه فقال كيف تسالون عنها وقد كان اهل الصفه ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد. وذكر الطبري عن الحسن قال رايت عثمان بن عفان نائما فيه ليس حوله احد وهو امير المؤمنين وغني وعنده بيوت. قال وقد نام في المسجد جماعة من السلف بغير محذور للانتفاع به فيما يحل كالأكل والشرب والجلوس وشبه النوم من الأعمال والله أعلم. قال ابن حجر باب نوم الرجال في المسجد أي جواز ذلك وهو قول الجمهور. وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة وعن ابن مسعود مطلقا وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. والصحيح انه ايه انه مباح على الاطلاق لكن لا يتخذ يعني لمن لا يحتاج الى ذلك مقيلا بدلا يعني يتخذوه منزلا يعني. قول لقد رأيت 70 من اصحاب الصفة يشعر بانهم كانوا اكثر من 70. هؤلاء الذين رآهم ابو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة وكانوا من أهل الصفة أيضا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة. وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم وعند كل منهم ما ليس عند الآخر. وفي بعض ما ذكروه اعتراض ومناقشة لكن لا يتسع هذا المختصر تفصيل ذلك. لمين يقول المختصر ده؟ ابن حجر عن فتح الباري بيقول ان فتح الباري ايه شرحه المختصر ما على واحد منهم رداء ما منهم رجل عليه رداء. رداء هو ما يستر اعالي البدن فقط اما ازار فقط يعني بعضهم ده دليل على جواز الصلاة مكشوف الكتف لمن لا يجد ثوبا يكفي ان يغطي يعني يغطي عاتقه. صحة الصلاة أن الكتف ليس بعورة ولكن السنة أن يغطي كتفه إذا كان يجد ما يكفيه من الثياب. قد رأى يقول وإما كساء أي على هيئة مشروحة اللي هو ربطوا الأكسية. الكساء ده زي ملاية تخيل واحد هيلبس ملاية يعمل فيها إيه فبيربطها من هنا ويجمع هتبقى مفتوحة من تحت فيروح جاي جامعها بإيه بيده كراهية أن ترى عورته فيجمعه بيده أي الواحد منهم. زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونهم في الصلاة
وحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان. وقد تقدم نحو هذا هذه الصفة في باب إذا كان الثوب ضيقا. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من يعني الشدة والفقر في سبيل الله عز وجل. قال العيني: هذا باب في بيان نوم الرجال في المسجد، أي جواز ذلك. فإن قلت لما ما قال نوم الرجل مثل ما قال في الباب السابق نوم المرأة على الإفراد، قلت أما الإفراد هناك فلأجل أن الحديث الذي فيه قصة امرأة واحدة، وأما الجمع هنا هنا فلأن الأثر الذي ذكره في أول هذا الباب في الجماعة، على أن في بعض النسخ باب نوم الرجل والمناسبة بين البابين ظاهرة. باب وقع مجردا، يكون باب لفظ باب إذا وقع مجردا يكون كالفصل لما قبله. والباب الذي قبل هذا الباب هو باب إدخال البعير في المسجد للعلة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. من كرامات الأولياء في كتاب المناقب باب ذكر حديث أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. في كتاب مناقب الأنصار باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. قال معمر عن ثابت عن أنس: إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. قال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وجه تعلقه بأبواب المساجد من جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه، يعني مش لازم يقفلوا الجوامع بعد ربع ساعة من عايزين يقفلوا الجامعة كلها حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني المفروض انهم يجعلوها لمن يعني ارتكب جرما في المسجد، يجعلوا منع التواجد في المساجد لمن لم يرعى حرمتها، لكن اما ان يغلق الامر على الجميع. على اي الاحوال كان غيرهم اشد بطشا ولم يستطع ذلك. يقول: فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة ويلمح بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حديث حسن صححه الشيخ الألباني. ظهر شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر، وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى. أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن مرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي يكنى أبا يحيى وقيل غير ذلك، مات في سنة 20 في خلافة عمر على الأصح. وعباد بن بشر هو ابن وقش في تاريخ البخاري ومسند أبي يعلى وصححه الحاكم عن عائشة قالت: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا يعتدي عليهم أو يعتد عليهم فضلا كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ
وأسيد بن خضير وعباد بن بشر. يقول لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إسناده صحيح. في لفظ الإسماعيلي إن أسيد بن خضير ورجلا من الأنصار تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة، ثم خرجا وبيد كل منهما عصية، عصاية صغيرة، فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهما حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت عصا الآخر، فمشى كل منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. روايه حماد بن سلمة وصلاح احمد والحاكم بلفظ ان اسيد بن خضير وعباد بن بشر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ظلماء حندس، فلما خرج اضاءت عصا احدهما فمشى في ضوئها، فلما افترقت بهما الطريق اضاءت عصا الاخر. قال القسطلاني قد وقع مثل هذا لغير المذكورين، فروى أبو نعيم أنه صلى الله عليه وسلم أعطى قتادة بن النعمان وقد صلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجونا، وقال انطلق به فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرة ومن خلفك عشرة، فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج فإنه الشيطان. فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج. هذا الحديث يدل على كرامات الأولياء من خوارق العادات من أنواع القدرة والتأثير، وهي من معجزات الأنبياء، لأنهما إنما نالا هذه الكرامة باتباعهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عشرة أذرع أو نحو ذلك، عشرة أذرع. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.